السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة الشاف شمسو كينا. كيف وعدتكم في الفيديو السابق أننا غادي نصوبو تتبيلة ديال شاورما 100% سورية من تحضير الشاف عزيز. شاف عزيز مرحبا بك مرة أخرى. بسم الله. شنو غادي نحتاج لهاد التتبيلة هادي؟ هاد التتبيلة إن شاء الله نحتاجو لهاد لا سيزون اللي كيبان لكم هنايا. هاد التتبيلة هادي هي اللي كتكون على برا حنايا، هذه هي العطريه اللي كنشريو حنا ديال الشاورما، اللي كتشريو ديال الشاورما كتكون بنينه في لي سناك وداك الشيء. حنايا نوريو لهم هنا يعني دابا حنا عاده الا بغينا نصاوبو شاورما كنمشيو للعطار تنقول له عطيني عطريه ديال الشاورما، فوالا تنعرفو شنو فيها. حنا درنا لكم هنايا باش تشوفوا. دابا انت هنا غادي تقول لنا ديك العطريه شنو فيها اكزاكتلي. بسم الله. كنحتاجو معلقه ديال سكينجبير، الكمون، الخرقوم، الابزار الاسود، السودانيه، الابزار الابيض، قرنفل، القرفه، الثومه سيش، القزبر. الوغ هادو هما لي زيبيس لي تيكونوا في ديك العطريه ديال الشاورما. غادي نعاود معكم هنايا، عندنا معلقه كبيره ديال القزبر، قزبر يابس مطحون، تحميره، سكينجبير، كمون، خرقوم بلدي، بزار اسود، سودانيه، بزار ابيض، قرنفل مطحون، ومعلقه صغيره ديال القرفه، والثومه سيش. هادو هما ديك العطريه اللي كتكون في عطريه ديال الشاورما مخلطه، هي هادي. صافي دابا غادي نبداو نخلطوا هاد العطريه يا كشاف. بسم الله. نبداو على بركه الله. شطو الكمون، سكينجبير، تحميره، زبور سيش، تشوما. هنايا القزبر يابس هو اللي بان ليا غالب، يعني كلشي معلقه صغيره والقزبر يابس. هنا عندنا معلقه كبيره ياك. تمام. قرفه مطحونه، قرنفل مطحون، بزار البيض، السودانيه. كنخلطوا كلشي كما كتشوفوا معنا في زلافه صغيره بحال هكا ولا كبيره، واختيارتي يبقى ديالكم. يعني دابا هنايا صوبنا ديك العطريه اللي كتباع ديال الشاورما كما كتشوفوا معنا، فوالا ديال هذا الشكل هذا. صافي، هنا من بعد ما وجدنا ديك العطريه ديال الشاورما، شنو هما المكونات اللي غادي نحتاجو من بعد الشاف؟ بسم الله. كندوزو كنجيب واحد نص كيلو ديال البولي كما كتشوفوا مقطع شرائح بحال هكا، هو مقطع بحال هكا. تندوزو لهنا كنحتاجو واحد طريف د الشحمة، هذا دابا نوريكم كيفاش غنديرو ليه، كيعطي واحد لوغو هائل في الشاورما. واحد ثلاثة المعالق ديال دانون السوس ولا جوج كبار، ورقة سيدنا موسى، الزيت البلدية والزيت الرومية، والكوري الحلبة، والخل، والملحة. هنا الملحة، وسمحوا لي راه نسيت واحد الحبيبات ديال الهيل، قعقلة، تا هما ما تنساوهاش. فوالا. اذا هنايا قلنا عندنا نص كيلو ديال الدجاج مقطع شرائح كيف كتشوفوا، طريف ديال الشحمه ديال الكلوه بانت لي قاصحه. هنايا صوص ياغورت طبيعي نص كاس، جوج وريقات سيدنا موسى، وجوج حبات ديال القعقله، نص كاس ديال العنبه مخلط ما بين زيت روميه وزيت العود، الكوري، الخل الابيض، والملحه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو للشاورما ديالنا. غادي ندوزو دابا للمارينات ديال الدجاج. صافي، انا غادي ناخذ الدجاج ياك. اييه، هو كما كتشوفوا معنا شرائح درناهم في بور كبير يكون نقي بحال هكا. بالنسبه لنص كيلو كنحتاجوا العطريه اللي درنا قبيله، كنحتاجوا معلقه كبيره بحال هذا الشكل هذا، تنديروها هكا، يعني معلقه ديال العطريه الشاورما خلط. يعني دابا هذه يمكن لي نحتفظ بها مثلا من بعد ونخدم بها. اييه ممكن. الله يبارك. هنايا درتي معلقه كبيره في نص كيلو. معلقه كبيره في نص كيلو، ولكن كيلو كديروا جوج معالق، يعني كل نص كيلو في معلقه كبيره. فوالا تماما. كنشدوا الياغورت هذا، تنحطوه نص كاس ديال الياغورت طبيعي، نص كاس ديال الياغورت درنا هنايا في البول ديال الدجاج. نزيدو نكملو ورقة سيدنا موسى هما كتشوفو معانا، وهاد جوج حبيبات ديال الهيل هاهما، الزيت البلدية والزيت الرومية كما خبرناكم في الأول كتشوفو بحال هكا. دابا نتا الشاف غدير لينا ميني شاورما بحال الشكل ديال الشاورما ديال برا، غير نتا غادي تصاوبها صغيورة. فوالا تماما. كنشدو هاد الكيغ اللي وريناكم، تنديرو شوية بحال هكا حيت هي راه مجهدة، هادي كيديروها لي زانديان
تتعطي واحد لو هائل. شويه يعني هنايا بانت لي بحال الربع ديال المعلقه. كما كتشوفوا الملحه شويه شعريه على حسب البنه اللي بغاها، هذا باش كتجي لوكو ديالو اللي بغاه هو. مثلا نشدو شويه ديال الفينيغر هانتوما كما كتشوفوا شويه، هاد الدور ديالو كيهشش البولي كيردو هشيش خفيف بزاف فتي. واخر حاجه بالنسبه لهاد الشحمه شاف شنو الدور ديالها، هي ضروري هادي الدور ديالها كيجي كيعطي واحد كيعطي لواحد الخاصيه ديالو باش داك الدجاج ما يجيش ناشف. تنحكوها هنايا، هادي راه متوفره عند الجزاره كاملين يعني كت موجوده الشحمه ديال الكلوه راه معروفه كلشي تيعرف يعني غنيه على التعريف. يعني غير طريف صغير مع السكين. فوالا طريف صغير هي بصح هاد القضيه هادي اول مره نعرفها ديال انك تزيد مع الشحمه. هذا هو سكري في هاد الشاورما هادي، هي بصح ما غتخليش داك الصدر يجي ناشف. هادي غنطيبوها دابا، ولكن الا زدتو من الاحسن تخليوها تبات في الماغينات ديالها كتعطي واحد لوغو اكثر من هائل. يعني بالنسبه للناس اللي بغا يصاوبها يدير المارينات قبل. فوالا عندكم شي ضياف مثلا غيجيو الغدي في الغدا ولا شي حاجه تتبيتوها في المارينات ديالها وكتعطي واحد لوغو. يا سلام وعلى بركه الله. نبداو نخلطوا الستيك ديالنا اللي غن على شكل شاورما كما قلنا لكم في الاول بحال الطريقه هذه. فوالا من بعد شاف شنو غادي نديرو. من بعد كنصاوبوا واحد القطيب بحال هكا، هادشي راه اي واحد يكون عنده في دارو. هذا ديال السوشي هاد العود هذا تي جونبا ولا سوشي كيكون غليظ شويه، يقدروا يديروا داك القطيب ديال الشوا. فوالا القطيب ديال الشوا مثلا كنديروا ليه بصله هنا باش كنثبتوه بحال هكا، تنقطعوه من التحت وكنحطوه على هاد الشكل هذا باش الا دخلناه الفران ما بقاش يطيح. وكنبقاو نخشوه في الستيك ديالنا بحال هاد الشكل هذا. بسم الله هكا، الا خشينا هاد الطرف بحال هكا كما كتشوفوا كنجيو الطرف الاخر تنديروه كخوازي بحال هكا بحال زائد فهمتوا. وحنا غادي تنديروهم مخالفين. وايا مخالفين بحال هكا. دابا هنايا جبتي لينا ديك الشاورما ديال برا، جبتيها لينا هنا وهي صغيره. ايوا خصنا نذوقوا الشاف أنا... باش نشوفوا كاين عارض علينا، وهذا خصنا دابا انت اللي عرض عليا، دابا انت اللي تتصاوب. حيت انا عاده عندك لا انا لا الناس كاملين تيديروهم على شكل ايمانسي وتيشحرهم في مقيله، ولكن الطريقه بانت لي احسن. هادي احسن وكتعطي الفعاليه ديالها زوين لوكو ديالها. ودابا الناس ملي يكونوا عندك الضيوف تقدر تحط ليهم هاد الشاورما بحال هكا تقدر تقطع قدامهم. هادشي راه موديرن الا تحط في الطبله، يعني مع ان ما كاينش في الاسر المغربيه راه حطيتي بحال هادشي شي حاجه جديده فهمتيني. فوالا كنكملوا الطريقه ديالنا بحال هكا كيما كتشوفوا الشاورما بحال ديال برا. ديال برا وهي صغيره ديال الدار. هي صغيره ديال الدار. صافي غادي نكملوا بحال هكا حتى غادي نكملوا لي ستيك ديالنا كاملين. يا كشف فوالا غنكملوا ستيك ديالنا بحال هكا كما كتشوفوا معنا. هي الشاورما ديال سنيناها وكنزيدو حتى الفوق ديالها وكنديروا واحد الطونش ديال الطوماط وكنسدو من الفوق واحد البصيله صغيره كما كتشوفوا معنا كتجي على هذا الشكل هذا. وكنخليوها واحد ساعه المكانه تقريبا تمارينا وعاد نديروها تطيب. الوغ هنا انا غنخليوها ساعه ديال المكانه عاد غادي نديروها طيب. وبالنسبه للناس كيف قلت لكم تصاوبوها قبل من الاحسن كيف قال لكم الشيف باش غادي تجي مع الطرم مزيان. تماما شوف سي بون. هنايا من بعد ما طابت لينا الشاورما ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، غادي نقطعوها بالطريقه اللي كيقطعوا بها على برايك الشيف. نعم صافي غادي ناخذ موس ونبدا نقطعوا بحال هكا شرائح على هذا الشكل هذا. انا غادي نخلي الشيف يكمل التقطاع ديالو غادي ندوز نوريكم باقي المكونات اللي غادي نحتاجو. هنايا غادي نحتاجو الخس، بصله، كورنيشو، مطيشه، والصلصه ديالنا البيضاء اللي كنا حضر لينا الشيف عزيز في الفيديو السابق. غادي ناخذ هنا فروماج ساندويتش والرغيف ديال الشاورما وغادي نعمرو Thank you.
جاهزة، درناها في الرغيف ديالها، شوفوا تبارك الله شحال كتشهي مهورة والله إلا مهورة. هادشي والريحة ديال الدجاج طلع واعرة شحال. والله العظيم إلا كنصحكم ديروها زعما إلا ما درتوهاش راه غتضيعوا بزاف. راسك والله إلا طقس الدجاج جاني حسن من ديال برا. قسما بالله إلا هادشي شي حاجة. دابا هادي شاورما ديال بصح كنصور فيها دابا وما كنعرفش ناكلهم كاملين. ياك وحنا بقاو بلاش. لا غاتاكلوا معايا الجنة وبالصحة والراحة. يلا غادي نديروهم وغادي نديروهم اكسبريسو ويكون نبريزونطيهم في لي زاسيت مع شويه ديال الشاورما. تماما الشاف سكري. اذا صافي غادي نخليو الشاف يكمل الخدمه ديالو وانا نرجع نوريكم الشكل النهائي ديال الشاورما. احنا سالينا كما كتشوفوا معنا الشكل النهائي ها هو كيجي على مزيناتو بالصحه والراحه. هي الصراحه المنظر ديالها تيشهي لا بريزونطاسيون هكا مع هاد لا سالاد. هنايا درتي صوص حار ياك؟ هادي حاره وهادي ديك لاصوص اللي كنا صاوبنا ياك. وهاد الفخيت هادو بواحد الطريقه درتهم كيجيو مقرمشين وزوينين. ابقي ان شاء الله نصاوب لكم واحد الفيديو ان شاء الله. دابا ما قدناش الوقت ما صورناش لي فخيت، صورت لكم غير شاورما هي اللي داير عليها الفيلم. شاف شنو بغيت تقول للمتتبعين ديالي؟ بالصحه والراحه وتبارك الله عليكم وانتم تشوفوا ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا بزاف شيف عزيز على ابوني وتنتمنى لكم الخير ان شاء الله وما تنساوش الشيف سكينه. شكرا بزاف شكرا بزاف شيف عزيز على هاد الشاورما هادي. كان معكم شيف عزيز اللي كان حضر لنا في الفيديو السابق صوص ديك صلصة التومية وحضر لنا الشاورما 100% سورية. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.